شلونك سيد فضل. وليد؟ تفضل مله لو سمحت. مله وليد تفضل. ايه الموضوع الحلقه اليوم؟ والله موضوع الحلقه اليوم يعني اول خطوه ليا في التشيع، فعايز الاساتذه الشيعه يقفوا في جنبي، مش عايزين يقفوا في جنبي، عايز اتبع السخل الاكبر. رحت اتبع السخل الاكبر، لما قرات شويه لقيت ان السخل الاكبر قران صامت، وان القران الناطق هم الائمه الاثنى عشر. فروحت للأئمة الاثنى عشر أدور على تفسير للقرآن الصامت، ما لقيتش التفسير، ولو لقيت التفسير التفسير كلها اللي حديث منقطع واللي حديث مش عارف إيه، واللي واخدينها من أهل السنة الجماعة، واللي 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 أنا عايز كتاب تفسير كده يقولون إن ده تفسير أهل البيت، عشان أخش بقلب جامد فيه كده، وأي وهابي يسألني أروح جاي واخد له التفسير على طول على طول، من غير بقى ما أروح أدور بقى لا في علم الرجال واشوف الخوئي قال ايه والغضائري قال ايه والمجلسي قال ايه والفلان قال ايه. انا حمل كل ده، لما انا حمل كل ده امال فايدتهم ايه ال 12 يعني؟ صراحه يعني ايه فايدتهم ايه يعني؟ اكيد لهم فايده بس احنا مش عارفينها يعني، اكيد من حكمه ربنا. اتفضل يا سيد وليد. التفسير موجود فين؟ طبعا عند السستاني، عند السستاني موجود، ولكن السستاني يا عم كل شويه وهاب يدخل يضحك عليا يا جماعه، وانا بقيت بضحك لا كل شويه يعني يا عم ده العراقيين ما بيشوفوهوش، انا اللي هشوفه يعني؟ سبحان الله. طب قلت اروح اقابله في صلاه الظهر، ما بيروحش الظهر. طب ازنقه في الفجر، ما بيصليش الفجر. طب اكيد بقى يصلي الجمعه، طلع ما بيروحش الجمعه. طب انا هجيبه منين ده بقى؟ سيدنا لازم صلاة المغرب هو يستقبل الناس. السستاني سيد السستاني صلاة المغرب بيستقبل الناس؟ أيوة نعم. أحاول أصدقك والله وأسأل العراقيين كده هل هو بيصلي المغرب فعلا في أي مسجد، لعله عسى. صلاة المغرب إن شاء الله تجي يستقبلك، صلي معاه التراويح، وعندك أي سؤال اسأله. لا أنت بتستهزئ بي، ما عندناش تراويح إحنا يعني بص بص لا 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 ما تستهزئ، رجاء ما تستهزئش بي، ما تستهزئش بي، ما تستهزئش بي. احنا لا لا ما تستهزئ، احنا ما عندناش تراويح لو سمحت، ما عندناش تراويح. احنا عندنا يعني حاجة يعني الناس اللي بتصطف ديت في التراويح وبتقرأ قرآن وبيبقى قدامهم إمام واحد، دول ما عندناش. احنا لو سمحت دي بدعة بقى، ما يعني خلينا نقول الحقيقة، الصلاة الناس دي كده بالهيئة دي بدعة، ما انزل الله عز وجل بها من سلطان يعني. عندنا كشيعة لكن عندنا لطم ماشي، تطبير ماشي، تطين ماشي، وخلي بالك يعني الحاجات دي كده حلوة على القلب كده لما الواحد يعني. لا التطبير ممنوع عند السيد السيستاني، ممنوع. ولا لا لا ما تقولش ما لا لا لو سمحت، انا شفت صورة للسيد السيستاني وهو دماغه مفتوحة بيطبر، لو سمحت ما تضحكش عليه. انتوا وهابيه جايين تضحكوا عليا، فكرني يعني قديم في التشيع. مفتوحه